وفي السودان بدأت قوى الحرية والتغيير تنفيذ إضراب عام لمدة يومين احتجاجا على التعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. وأعلن الاتحاد العام للنقابات العمالية التي أعاد المجلس العسكري نشاطها بعد فترة من التجميد، أعلن رفضه المشاركة في الإضراب على اعتبار أنه يضر بمصالح الدولة. وكان حزب الأمة أو كان حزب الأمة القومي المعارض أعلن كذلك مقاطعته الإضراب. سلم سلم يا برهان وإلا نعلن العصيان، شعار رفعه المحتجون السودانيون فيما يخوضون إضرابا لمدة يومين وسط تعثر مستمر للمفاوضات بين قوى الحرية والتغيير التي تمثلهم والمجلس العسكري الانتقالي. تراوح العقبة الأساسية مكانها، ألا وهي الاختلاف على توليفة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يقود البلاد خلال الفترة الانتقالية، إذ تطالب قوى الاحتجاج بأن يغلب عليه الطابع المدني من حيث العضوية والرئاسة، وهو ما لا يوافق عليه المجلس العسكري. نحن لا نريد سوى الاتفاق وأن نعمل كشركاء حتى نضمن نقلا سلميا وسلسا للسلطة إلى سلطة مدنية، وإذا لم نتفق أيضا سنصعد، ووسيلتنا كما ذكرت هي الوسيلة السلمية المدنية، واللي هي المواقف والإضرابات والاعتصامات والعصيان الذي يمكن أن نصل إليه إذا لم نتوصل إلى اتفاق. عم الإضراب أركانا ومناطق مختلفة في الدولة السودانية، من الأجهزة القضائية والموظفين في القطاعين العام والخاص في العاصمة الخرطوم إلى عمال مدينة بورت سعيد حيث الميناء الرئيسي لهذا البلد الإفريقي. الصداع من أولى المدن أسهمت في الثورة دي وكان لها دور طليعي ودور كبير، هي ومدن عطبرة والدمازين ونيالة. الثورة اللي نقدر نقول عليها انطلقت من الأطراف، أطراف السودان، وبعد ذاك تصدرت للمركز. يذكر أن بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان الإمارات، بينما توجه نائبه محمد حمدان دجلو إلى السعودية، علما أن كلتا دولتين أودعتا 500 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تبلغ 3 مليارات دولار. هذه التحركات الأخيرة أثرت الريبة ومخاوف من أن تكون دول في المنطقة تدعم المجلس العسكري على حساب المطالب الشعبية في السودان. وحول ما يجري في السودان نرحب معنا بالصحفي السوداني عبد الكريم عمر سليمان. أستاذ عبد الكريم، يعني ما يجري في السودان اليوم، لماذا نرى انقساما في صفوف المعارضة بعد فترة ظلت متوحدة ومتماسكة أمام المجلس العسكري؟ مساء الخير. أولا أنا سعيد جدا لأن الإضراب في الحقيقة اليوم نجح نجاحا باهرا، وهذا دليل على أن الشعب السوداني يمتلك قراره وعظيمته وسوف ينجح في نهاية المطاف، وستنجح هذه الثورة إلى النهاية. بطبيعة الحال كل الائتلافات في العالم يكون هنالك يعني أوجه نظر مختلفة داخل هذه الائتلافات، وهنا في السودان أيضا يعني قرأنا أو طالعنا بالأمس بيان حزب الأمة وعدم مشاركة الحزب في الإضراب، ولكن شباب حزب الأمة الذين هم في الإضراب وفي مكان العصيان أخرجوا بيانا ورفضوا البيان الذي صدر من الإمام الصادق المهدي ومن المكتب الرئيسي لحزب الأمة، وهم الآن مشاركون يعني في الإضراب. على كل حال بمشاركة حزب الأمة أو بمشاركة أي من الأجسام السودانية الإضراب نجح في كل الأحوال. يعني هل تتوقع أن يشكل هذا الإضراب ربما ضغط؟ هل سيستمر هذا الإضراب لمدة يومين؟ هل من الممكن إذا لم يرضخ المجلس العسكري لمطالب المدنيين ومطالب المحتجين أن يستمر هذا الإضراب وأن يكون مفتوحا في قادم الأيام؟ نعم، هذا الإضراب سيشكل ضغط على المجلس العسكري، ورأينا ذلك في تصريحات يعني ليلة البارحة الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري ورئيس اللجنة السياسية الكباشي أصدر بيان وقال نأسف إنه الأمور تذهب إلى هذا الأمر، ولكننا نحن في نهاية المطاف سوف نصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير في يعني في تفاهم في اتفاق حول النقاط الخلاف.
يعني ربما الأمور متشابهة في السودان وفي الجزائر. اليوم شاهدنا في الجزائر أحمد قايد صالح يتمسك بالانتخابات، وأيضا هنا المجلس العسكري الانتقالي في السودان يتمسك برئاسته في هذا المجلس وبتمثيله بنسب تمثيله للمجلس السيادي. كيف تفسر ما يجري؟ هو مشكلة العسكر بطبيعة الحال دائما يستقون بالخارج وينسون أن الشعب أو الشعوب في هذه المنطقة لهم الكلمة ولهم الغلبة في نهاية الأمر. يعني نعم في الجزائر ونحن نطالع، يعني هناك التدخل الإماراتي والجيش يعني لهم علاقة جيدة بالإمارات، لذلك يعني يقومون بما يقومون. لكن في السودان الأمر يعني نوعا ما يعني مختلف. لماذا؟ في الجزائر يمكن أن يذهب الجيش إلى انتخابات مبكرة، ولكن في السودان لا يمكن، لأن في السودان هناك حروب في ثلاث مناطق، هناك أكثر من 6 مليون إنسان نازح في دول الجوار، في تشاد، في أفريقيا الوسطى، في كينيا وفي غيرها من الدول المجاورة. بالتالي لا يمكن أن يذهب هذا المجلس إلى الانتخابات. المجلس حاول أن يخفف من صدمة هذا الإضراب، قد أعاد النقابات التي كانت تعمل، يعني من المفارقات أن حزب المؤتمر الوطني بالأمس أخرج بيان وكان هناك لكن اجتماع. لكن يعني شاهدنا هذه الاتحاد النقابات كانت محظورة وأعادها المجلس العسكري للعمل، ومن ثم ربما خرجت عن صف المعارضة في الإضراب. لماذا؟ هي ليست معارضة، لذلك يعني طبيعي أنه يقولوا هم ضد الإضراب، ولكن أين هم اليوم؟ يعني لا وزن لهم. نعم. الوزن لهذه النقابات الذي أضربت، والإضراب ناجح في كل الأحوال، يوم غد أيضا الإضراب، وبعد ذلك هناك يعني خيارات عديدة من ضمنها الإضراب المفتوح والعصيان المدني. الصحفي السوداني عبد الكريم عمر سليمان كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.